سعادة وتفاؤل، صباح كل حاجة حلوة بتمنى يا رب دايما نقابلها في حياتنا، لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا دايما ولبلدنا الجميلة مصر الجميلة. فتصبح على حضراتكم، كمان بصبح على طارق. صباح الفل. صباح الفل نجلاء، صباح الخير على حضراتكم، ويوم سعيد يا رب علينا وعليكم، ونتمنى ان شاء الله الايام اللي جاية تكون افضل في بلدنا الحبيبة مصر. النهاردة عندنا موضوعات صحيح. اعتقد ان هي هتهم، يعني هتهم قطاع كبير من حضراتكم، وهتهم طبعا يعني سكان القاهرة، انه في مجموعة من المشروعات هنتكلم عليها بالتأكيد. تفضلي انك النهاردة الحقيقة بنتكلم في موضوعات بتخصنا كلنا، لان هي بيبقى ليها تأثير على حياتنا. ازاي بيبقى ليها تأثير على حياتنا؟ من كل النواحي، سواء كانت النواحي الاقتصادية او النواحي الحياتية اليومية اللي بنعيش فيها. بتأكيد الانسان لما بيعيش في مكان بيهتم جدا بكافة المشروعات اللي بتكون موجودة فيه. النهاردة تحديدا بنتكلم عن محافظة القاهرة والعديد من المشروعات اللي بتتم فيها، واعتقد ده شيء مهم جدا النهارده. وانا بتكلم عن مصر جديده وعن اشياء جديده، بيهمني ان انا اعرف ايه الخدمات اللي بيتم تقديمها وتوفيرها لسكان كل محافظه. النهارده تحديدا بنتكلم عن محافظه القاهره والجديد اللي بيتم تقديمه لاهالينا في محافظه صحيح. القاهره. يعني من اهم الحاجات طبعا اللي كلنا بنعاني منها هي عملية المرور، وبيبقى دايما في بدايات الأسبوع بنشوف ازدحام في الشوارع كبيرة جدا. يعني هنتكلم على محور الفنجاري الحر، هنتكلم ده هيتكون من ثلاث مراحل، بيبدأوا في المرحلة الأولى بنتكلم على شارع المخيم الدائم، ده رايح واصل لمسجد الرشدان، التوسعات السطحية ونقل الأسوار المحيطة بالمنطقة دي، هنتكلم على تطوير شمال الجيزة تحديدا إمبابة. الحقيقة كلها حاجات مهمة جدا، والمحافظة هنا بتتحرك تحركات لعملية التوسعة لعملية سيولة المرور. كل ده اعتقد انه هيفك شوية من الاشتباكات اللي بنمر بيها كل يوم واحنا بنمشي وبنشوف ده في الشارع المصري وفي شوارع القاهرة. يعني صحيح. اتفضلي. مش بس كده، لكن كمان ده مهم جدا يا طارق في كل النواحي. يعني لو بصينا بنظرة أكثر عمومية وأكثر شمولية، موضوع الانتقال من مكان لمكان ده مش بس مهم بالنسبة لينا كمواطنين، لكن حتى لو بصيت عليها من ناحية الاقتصادية مهم للمستثمر طبعا. اللي هو هيجي ويستثمر أمواله في أي مكان، موضوع الانتقال ده من الموضوعات المهمة جدا. كمان بتوفر نوع من الأمن والأمان. يعني في كل الأحوال مطلوب أن احنا يكون عندنا رؤية واضحة في هذا الموضوع، والنهاردة هنتعرف على رؤية محافظة القاهرة بالنسبة لهذا الموضوع، وهيكون ضيفنا فيها سيد اللواء صلاح الدين أمين رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وهنتعرف بشكل أكثر تفصيلا. وعلى فكرة القاهرة الكبرى، يعني مش بس بتكلم على محافظة القاهرة، بتكلم على القاهرة والجيزة والقليوبية، يعني الموضوع كمان هيكون أكثر شمولا وتعميما بالنسبة للمحافظات اللي بتضمها القاهرة الكبرى. صحيح. المشروعات دي مشروعات كبيرة جدا وبتاخد وقت في تنفيذها وبتاخد أرقام كبيرة كمان من الأموال. خلينا نتابع هذه المشروعات، ونتخيل انه الايام اللي جايه بنشوف انفراجه في المرور ان شاء الله، وده اللي بنتمناه باذن الله. هنروح لموضوع تاني ان شاء الله النهارده في حلقتنا، وزي ما حضراتكم كنا بنتكلم يمكن امبارح من خلال متابعتكم معانا، كنا بنتكلم على المحصول الاستراتيجي من المحاصيل الاستراتيجيه القمح. النهارده هنتكلم عن القطن المصري، هنتكلم على هذا المحصول اللي كان في يوم من الأيام هو من المحاصيل اللي بتدر دخل كبير جدا على مصر، سمعته الدولية كانت قوية جدا، أنشئ عليه مصانع الغزل والنسيج هنا في المحلة الكبرى. الكلام ده كله والدولة بتبصله إزاي، وإزاي وزارة الزراعة بتخطط لده في المرحلة اللي جاية، هيكون ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. الحقيقة عندنا محاور مهمة جدا صحيح. يعني ده خلينا نفكر مع بعض، خلينا نشوف الدولة بتشتغل في 20,000 اتجاه، بيفكروا إزاي، بيخططوا إزاي، ده مهم جدا عشان نتابع ونشوف بكرة إن شاء الله في إيه ومن تنمية ومن نهوض بهذا الوطن.
صحيح، بتكلم عن هذا المنتج الذهب الأبيض زي ما بيطلق عليه. أعتقد حتى أغانينا حتى الدراما تناولت محصول القطن لأهميته. كنا بندرس زمان القطن المصري طويل التيلة صاحب الشهرة العالمية على مستوى العالم. لما بنسافر بره بنشوف قد إيه الملابس القطنية المصنوعة من القطن المصري يعني بأسعار عالمية. هل النهاردة أنا بستفيد من الموارد الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها علشان يكون عندنا هذه الزراعة بشكل جيد؟ هل أنا أقدر أن أنا أكفي السوق المحلي من احتياجاته وكمان أزود ونمي الصادرات الخاصة بهذا المحصول المهم جدا، وزي أن احنا يكون لينا نسبة أكبر في سوق التوزيع على مستوى العالم سواء كان السوق الأفريقي السوق الأوروبي وغيره، وإيه الدول اللي بتتنافس معنا في هذا الموضوع؟ رؤية وخطة وزارة الزراعة في هذا الموضوع من الأشياء المهمة جدا في ظل العديد من المشروعات القومية الزراعية. دي موضوعاتنا اللي هنتقابل فيها مع حضراتكم النهاردة، إن شاء الله نستمتع ونستفيد من كل المعلومات اللي موجودة فيها. ناخد فاصل ونرجع على طول.